كل إنسان عنده ذنب متكرر ونفسه يوقفه وبيحاول، يبقى الحلقة دي ليك. لكل إنسان عنده عادة سلبية بيحاول يوقفها، الحلقة دي ليك. لكل إنسان عامل نفسه إله وشغال حكم وجلد في الناس، الحلقة دي برضو ليك. هنتكلم النهاردة في حلقة قوية جدا 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 من برنامجكم ابني بيت سعيد مع دكتور أسماء سعيد. هبدأ الحلقة بقصة صغيرة بس معناها كبير. القصة ان في مجموعة من الناس قاعدين، والناس دي عارفين ان في كوباية هناك، الكوباية دي فيها خمرة. وفجأة جه شخص دخل وشرب الكوباية. المجموعة دول قعدوا عملوا ايه؟ ده بيشرب خمرة، ده بيشرب حرام، ده دخل معرفش في بقه ايه، تك تك تك، كلام كتير جدا سلبي عنه. ففي شخص فيهم من اللي قاعدين دول يعرف ان في حقايا في القرآن بتقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عمل ايه الشخص ده؟ فقال لا، ده انا لازم اروح اتبين، كل الناس عمالين يقولوا ان هو بيشرب خمر وهو، فراح اتبين منه. راح سأله هو انت شربته ده خمرة؟ تخيلوا رد قال له ايه؟ قال له لا والله، ده انا فاكرها عصير، واول ما شربتها رحت اتمطمط وتوضيت وصليت عشان ربنا يغفر لي. القصة دي كلها معناها ايه؟ معناها ان ايا كان البني ادم بيعمل ايه ما نحكمش عليه. ليه؟ لان دي حاجة بينه وبين ربنا، وانتوا متعرفوش النية بتاعته. ربنا مش هيحاسبه هو على قد ما هيحاسب البني آدم اللي ما بيبينش وعمال ينشر ويفضح ويعمل في حاجة أصلاً أنت ما تعرفش نيتها إيه. رسالتي النهاردة لصاحب الذنب، ربنا غفار وغفور وذو المغفرة. وخشوا كده شوفوا في القرآن آيات المغفرة عمل إزاي، وربنا سمح لنا إن إحنا نغلط. بصوا الحديث ده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني أصلا ربنا سمح لنا إن إحنا نغلط، إيه المشكلة؟ فنروح نستغفر فنقدر نغلط تاني، لأن مفيش حد ما بيعمل، مفيش حد ماشي 100%، مفيش مهما نعمل شغالين وفي حاجات جميلة بنعملها وفي أخلاقيات. مثال أبسط حاجة خالص، أنا ماشي أكل صحي زي الفل، بيجي علي وقت هوب مواكلة حاجة، ده ذنب. فما فيش حاجة اسمها ان الذنب اللي انا عملته ده ربنا مش هيغفرهولي. فيا صاحب الذنب يا اللي بتسمعني، ملكش دعوة بحد نهائي، ملكش دعوة باللي بيحكمه اللي انا بسميهم مرضى نفسيين. ما فيش انسان بيدخل على السوشيال ميديا بمجرد ان يشوف حد بيعمل حاجة، ايا كان الحاجة دي ممكن تكون متعارضة على مع فكره، بس يعمل ايه؟ مفيش انسان يخش على السوشيال ميديا بمجرد ان هو يبقى مختلف معاه في الرأي فيسب ويلعن ويشتم ويشبه انسان كرمه ربنا بحيوان، الا اذا كان مريض نفسي ولا يمس للاسلام بصلة. لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والشخص اللي بيدخل يعمل كده هو مش واعي ان اللي بيطلع من بقه ده هو خارج من اللي جواه. شفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايه؟ كل اناء بما فيه ينضحه. فنصيحة مني لكل اللي بيدخل على السوشيال ميديا يكفر ويسب ويشتم ويلعن ويشتم في الناس ويبهدل في الناس ويقول كلام سلبي ويجرحهم ويضايقهم، ليه؟ كل ده عشان مختلف معاك في الرأي او حتى في الدين؟ ده ما تقلناش كده. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي واحد من المشركين يحط له الأذى على باب بيته كل يوم، وجي في يوم ما جاش عمل ايه؟ راح سأل عليه. انتوا متخيلين الرحمة اللي احنا كنا فيها؟ حاجة كده يعني اقول ايه؟ فين الإسلام؟ انا بخش على السوشيال ميديا، ايه ده؟
هقول حاجه، ايه قله الادب دي بجد والله ما بهرجش. انا اتصدم اكتب كلمه على اليوتيوب مثلا، الرد على ايه ده؟ ده بيرد على ده وبيشتم، وده بيرد على ده. انت معترض على فكر حد، انتقد فكره يا جاهل، ما تنتقدش شخصه. ده بني ادم من حقه يغلط، هو حر، لكن ما يجيبش اسم حد. انتقد الفكر، قول ان الفكره دي. طب ما انا بنتقد افكار كتير جدا، ما انا بنتقد، عامله حلقات كتير جدا عن علوم كتير جدا غلط، ومش عارفه خريطه فلكيه ايه، وابراج ايه، وطاقه ارقام ايه، ومش عارفه. ما انا بنتقد، بس بنتقد الفكر الغلط. بنتقد، مش بنتقد بني ادمين، لان دول تجربه ارضيه هم حرين فيها، يعملوا اللي هم عايزينه قدام ربنا. ربنا لو عايز يعاقبهم في لحظه هيدكهم، لكن ربنا سايبهم يخطئوا ويرجعوا يذنبوا، بعد كده يرجعوا يتوبوا ويستغفروا. وصلت الفكره؟ لكن اللي انت عملته او اللي انت عملتيه، والله الكومنت ده او الكلام اللي انت كتبتيه او الاحكام اللي حكمتيها او الشير اللي عماله تشيريه، بصوا مش عارفه مين، وبص مين، وبص مين، نقطه سودا في حياتك يا اللي بتسمعيني، وهتفتكري الكلمه دي في يوم من الايام لما تحصل لك مصيبه في نفسيتك زي اللي جات لي. يا دكتور انا بخاف، ومن كتر الخوف بمشي اكلم نفسي في الشارع. طلعت ان هي كانت عامله اشاعه على حد، ربنا سبحانه وتعالى، احنا ننسى لكن ربنا ما بينساش حق العباد. يعني احنا ننسى خلاص بقى، انا ربنا ما فيش، لازم كما تدين تدان وهتدوق. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. عارفين يعني ايه؟ حاجه صغنونه كده. نصيحه مني، ادخل النهارده، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. خشوا شيلوا الكومنتات دي وشيلوا الحاجات دي، وما تحكموش على حد، على الاقل تبيني. ويوم لما تتبيني، يا جماعه خدوا بالكم من الناس اللي بتتكلم عن كذا وكذا وكذا، يا جماعه خدوا بالكم مثلا من في بيدج مثلا بتقول ان كذا كذا، نبعد عنه يا جماعه. بس وخدوا بالكم من حاجه مهمه قوي قوي والله، اللي انتوا بتعملوه في الناس هيترد لكم. اديتوهم مشاعر اذيه هتتاذي، اديتوهم مشاعر ظلم والله لا تتظلمي او انت هتتظلم، بلاش. طب وليه تعملوا في نفسكم كده؟ انا مش فاهمه بصراحه. خدوا بالكم من ده، خشوا على السوشيال ميديا، راجعي نفسك، انا كل ده متكلماه في ايفنت عين اليقين، لان كل اللي انا قلته بيمحي حاجه اسمها يقين. وما تجيش بعد كده تقول هو ربنا ما بيستجيبليش ليه قوي. ربنا بيستجيب لعباده. مين عباده؟ اللي بيسمعوا كلامه وبيمشوا صح، بيتبينوا، مش ماشي هماز مشاء بنميم، مش ماشي بالغيبه، مش ماشي بالنميمه، مش ماشي بالجلد للناس، مش عامل نفسه اله وعمال يحكم على الناس. انتوا تدخلتوا في نيه حد؟ لو انت عايزه بجد تظبطي الحته اللي جواكي واليقين، وتشيلي الغشاوه اللي على عينك واللي على قلبك، خدي ايفنت عين اليقين، هيفرق معاكي جدا جدا جدا. عامله فيه تمرين اسمه تمرين التخلص من كل الحاجات السلبيه اللي جواكي، وفي برضه في كورس نعمل علاقات كنت عامله تمرين اسمه رد المظالم، مهم جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لك بيرجعك تقفي قدام نفسك كده، ايه ده؟ ايوه صح، انا بعدت عن الاتجاه الصح. مفيش طريق احلى ولا اجمل من طريق ربنا، بس امشي مع اللي ربنا بيقول. لو انت حابه تشتركي في الايفنت، انا عامله عليه خصم كبير جدا بسبب النجاح بتاعه، بفضل ربنا، بفضل ربنا. هتلاقي الرقم ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، اشتركوا فيه عشان في مفاجآت قريبه قوي 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 هتكون متوقفه على اللي حضر الايفنت والكورسات. في ناس بقى تشتغل معايا وحاجات حلوه جديده كبيره جايه ان شاء الله باذن الله. رب الحلقه تكون عجبتكم، خير الناس انفعهم للناس. اعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها، ويرحم نرحم بعض بجد والله، وما نحكمش على بعض، وما نتدخلش في نوايا حد. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.